طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوى بضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة جراء المجاعة والكارثة البيئية التي يعيشها الفلسطينيون. كما حذر من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على كافة المستويات نتيجة لانتشار أكوام القمامة وقنوات الصرف الصحي بين خيام النازحين المتكدسة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصاره المطبق على كافة مناطق القطاع. Delivering services or in the advocacy work that they are doing on the absence of real activity.